بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات طلاب وطالبات مقرر نظم المعلومات الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. النهاردة إن شاء الله هنكمل في محاضرتنا دي ما بدأناه في محاضرتنا السابقة. كنا بدأنا في المحاضرة السابقة نتكلم على التعريف لنظم المعلومات الإدارية، بدأنا بمفهوم المعلومات وتكلمنا عن البيانات والمعلومات والمعرفة، وعرفنا العلاقة فيما بينهم. علمنا وتعرفنا أن المعلومات ما هي إلا بيانات معالجة تمت معالجتها، بنحتاج إلى كم من البيانات يبدأ في حصره وفي عمل بعض الربط ليه عشان نحصل على المعلومة اللي هي في الأساس، اللي هي أساس نظم المعلومات الإدارية. مستوى أعلى قليلا من المعلومات كان اللي هو مستوى المعرفة، وعرفنا ان المعرفة هي معلومات مضاف اليها بعض الخبرات، مضاف اليها بعض القوانين، مضاف اليها بعض القواعد، مضاف اليها بعض الاجراءات. علشان كده كانت المعلومة هي اللبنة الاساسية لنظم المعلومات الادارية. انتقلنا بعد ذلك وتكلمنا على الانظمة، لأن هذا هو الجزء الثاني من مسمى نظم المعلومات الإدارية. كنا تكلمنا عن المعلومات، ثم تكلمنا عن النظم، وقلنا في هذا السياق أن النظم، عرفنا النظم ما هو النظام، وعرفنا في مفهوم النظام وأحكام تحديد النظام. النهاردة هنتكلم، لما قلنا نظم معلومات إدارية تكلمنا في سياق الكلام عن النظام حاليا، وقلنا ان احكام تحديد النظام، ده برضو كان في نهاية المحاضرة السابقة، قلنا ان احكام تحديد النظام هي مجموعة من الاحكام، ست احكام. اولا العناصر، وهي وجود اكثر من عنصر في النظام، اذ يمتاز كل عنصر بخصائص ذاتية تميزه عن الاخر الى حد ما. لو تكلمنا على مثلا نظام المحاضرة، فمن عناصر نظام المحاضرة الأستاذ والطالب، والأستاذ له صفات وله خصائص تميزه، الاسم وتاريخ الميلاد والتخصص، والطالب له أيضا خصائص تميزه كعنصر في هذا النظام. أيضا المكون الثاني أو المحدد، الحكم الثاني في تحديد النظام، هو العلاقات. وقلنا عن العلاقات أنها علاقات منطقية تكاملية بين عناصر النظام المختلفة. حقيقة ان احنا علاقات يجب ان بعد ان نعرف العناصر يجب ان نربطها منطقيا مع بعضها البعض. فمثلا العلاقة بين الاستاذ والطالب في مثال المحاضرة هي الاستاذ يدرس الطالب، هذه دي علاقة منطقية بين الاستاذ والطالب. ممكن نتكلم على علاقات من أنواع أخرى، زي جزء من كل، مثلا لما نقول إن مثلا اليوم هو جزء من التاريخ مثلا، ده يعتبر نوع أيضا من العلاقات. ثالث عنصر أو ثالث حكم هو آلية العمل، وجود آلية معينة متناسقة يعمل من خلالها النظام ليؤدي الغرض الذي وجد من أجله، فلا بد من وجود آلية تحكم العلاقات. يعني العلاقة بين الأستاذ والطالب اللي هي علاقة يدرس، هي علاقة محكومة ببعض القوانين والقواعد التي يجب أن تحترم ويجب أن تتبع حتى تكون العلاقة علاقة سليمة. أيضا كان هناك الحكم الرابع اللي هو الحدود والنطاق. كل نظام لابد من تحديد حدوده ونطاقه، تحدد حدود النظام وما ما هو داخل النظام وما هو خارجه، إذ أن النظام يعمل ضمن حدود مميزة وإن تداخلت مع النظم الأخرى، بل لكنه ما زال نظاما مستقلا بذاته له حدوده، وله نستطيع أن نحدد معالمه، الخارج أين والداخل أين. الحكم الخامس كان الغرض أو الهدف من النظام،
ان اي نظام يعمل لتحقيق غرض معين وهو السبب في وجوده والنقطة المرجعية لقياس النجاح. اذا تحقق الهدف فنحن نجحنا، اذا لم يتحقق الهدف من النظام فنحن لم ننجح. وهناك حتى هذا النجاح، قياس النجاح بدرجات، هل وصلنا الى الهدف بنسبة كام؟ بنسبة 100%، بنسبة جزء في المية؟ هل المحاضرة ادت هدفها؟ الهدف المحاضرة هو ايصال المعلومة من الاستاذ الى الطالب، فهل تم الهدف ده تحقق ام لم يتحقق؟ هو ده مقياس نجاح النظام الذي نحن بصدده. اخيرا كنا نتكلمنا عن بيئة النظام. النظام له بيئة، ويجب ان ننظر الى البيئة كمؤثرات خارجية على النظام، سواء باعطاء قيم او بسحب قيم من النظام. اخيرا لابد من ملاحظة بيئة النظام، وهي اي شيء وثيق الصلة بالنظام ويقع خارج الحدود، زي الموردين والمستهلكين، علما ان المدخلات تعبر حدود النظام، تعبر حدود النظام من البيئة، بينما تذهب المخرجات الى خارج حدود النظام متجهة الى البيئة. وخدنا الشكل ده، كنا توقفنا تقريبا عنده، كنا شفنا ان ده لو نظرنا الى هذه البوردرز، ان هو حدود النظام داخله مجموعة من العناصر بينها علاقات، وهناك عناصر خارجية تنتمي الى بيئة النظام، بعض العناصر تعطي مدخلات للنظام، وبعض العناصر تأخذ مخرجات من النظام. وأخذنا أمثلة، سألنا هل السيارة نظام، وكانت السيارة نظام، وأثبتنا أن السيارة نظام لها عناصرها ولها حدودها ولها هدفها ولها بيئتها. العناصر الستة كانت متوفرة فيها. هل الحاسب نظام؟ نعم، كان الحاسب نظام، واستطعنا أن نتكلم عن الحاسب وعناصره وأجزائه وعناصر البيئة المحيطة بالحاسب. أيضا تكلمنا على الإنسان كمثال، وقلنا أن الإنسان أيضا يعتبر مثال لنظام. الإنسان مكون من مجموعة من العناصر، زي الجهاز العظمي والجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي، كل هذه تعتبر عناصر، وهذه العناصر بينها علاقات بعضها البعض، وهناك آلية عمل لهذا النظام معروفة، هناك حدود للنظام، هناك هدف للنظام، وأخيرا هناك بيئة محيطة بالنظام يتفاعل مع النظام بشكل أو بآخر. نأتي الآن إلى استكمال ما تكلمنا عنه، وهو تصنيف النظام. النظم يمكن أن تصنف بأشكال مختلفة وبتصنيفات مختلفة حسب الغرض وحسب إحنا بننظر لها من أي اتجاه. يمكن أن ننظر للنظم أنها نظم طبيعية ونظم صناعية. نقسم النظم إلى نوعين، طبيعي وصناعي. يمكن أن نقسم النظم إلى نظم مفتوحة ونظم مغلقة ونظم شبه مغلقة، ده نوع آخر من التصنيف. تصنيف ثالث بيقول أن النظم إما أن تكون نظم محسوسة أو تكون نظم مجردة. تصنيف رابع يقول أن النظم إما أن تكون ثابتة أو متغيرة. تصنيف خامس يقول أن النظم إما أن تكون فكرية أو نظم اجتماعية. تصنيف سادس يقول أن النظم تصنف حسب درجة التعقيد، بسيطة أو صعبة. وتصنيف سابع يقول أن النظم تصنف حسب القدرة على استنتاج المخرجات بدقة، هل هي تخرج مخرجات دقيقة أم أن مخرجاتها يشوبها بعض عدم الدقة. ثامنا نظم تصنف حسب طبيعة الغرض منها. وفيما سيلي في المجموعة التالية من الشرائح سنستعرض هذه الأنواع أو هذه التصنيفات الثمانية من النظم، نتكلم عليهم ونناقش كل من هذه التصنيفات على حدة. أول هذه التصنيفات هو أنه تم تصنيف النظم إلى نظم طبيعية ونظم صناعية. تمثل النظم الطبيعية، تمثل النظم الموجودة في الطبيعة والتي هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وكله من خلقه والحمد لله. مثال: نظام دوران الأرض، نظام الفصول الأربعة، نظام الإنسان، وتسمى أيضا بالأنظمة
الكونية. يبقى الأنظمة الطبيعية هي تلك الأنظمة الموجودة في الطبيعة التي لا يتدخل الإنسان في طبيعتها، لا يقوم الإنسان بتغيير محتواها، لا يتعامل، لا يؤثر الإنسان في عناصرها، هي نظم طبيعية موجودة. أما النظم الصناعية فهي نظم من ابتكار الإنسان، زي نظم الحاسوب، زي نظم السيارة، زي نظام التعليم، زي أنظمة المعلومات الإدارية، كلها تعتبر نظم صناعية. أيضا التصنيف الثاني كان أن النظم إما أن تكون مفتوحة أو مغلقة أو شبه مغلقة. النظام المفتوح أو النظام المفتوح هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة المحيطة بحيث يؤثر ويتأثر، يؤثر فيها ويتأثر بها، ويكون له علاقة مستمرة مع البيئة. يعني هو نظام مفتوح، نظام البيئة تتفاعل معه من بشكل مفتوح، تعطيه وتأخذ منه. ومثال هنا على هذه النظم هو نظام الجامعة. أيضا هذا هو النظام، تعريف للنظام المفتوح، هو النظام الذي يكون له علاقة مستمرة وفعالة مع بيئته ويؤثر بها. ويعتبر وجود أي نظام مفتوح معتمد بشكل رئيسي على العلاقات التبادلية بينه وبين البيئة، فهو يحتاج بعض المدخلات من بيئته ليقوى على الاستمرار، ويعطي بعض منتجاته للبيئة كنتيجة للعمليات التي يقوم بها. إذا طبقنا هذا الكلام على نظام الجامعة سنجد أن نظام الجامعة يأخذ كمدخلات من البيئة اللي هو الطالب بتاع الثانوي، هو داخل ده مدخل لنظام الجامعة، هذا هو المدخل، والمخرج هو الخريج. إذن هناك مدخلات من البيئة طالما أنها خارج النظام، وهناك مخرجات للبيئة. لهذا صنف هذا النظام على أنه يسمى نظاما مفتوحا. ويعتبر الإنسان والحاسب الآلي أيضا مثالين على النظم المفتوحة التي تتبادل علاقات مستمرة بين كل منها وبين البيئة الخاصة به. الإنسان له يستقبل من البيئة كثير من المدخلات، يستقبل الهواء، يستقبل الطعام، يستقبل الأفكار، يستقبل الصور، كل دي تعتبر مدخلات للنظام للإنسان. ويخرج الكلام، يخرج الأفعال، يخرج ردود الأفعال، كلها تعتبر ردود أفعال خاصة بالإنسان. فكر كده وصلنا وشوف كده ما هي مدخلات ومخرجات نظام زي نظام الحاسب الآلي. طبعا الإجابة قد تكون واضحة لنا جميعا إن شاء الله. من الجدير بالذكر أن هناك مقومين رئيسيين يجب أن يتضمنهما هذا النوع من النظم، النوع اللي هو النظم المفتوحة. المتغيرات أو الفاريابلز هي مدخلات يقوم النظام باستقبالها ويعالجها ليعطي مخرجات. يبقى الفاريابلز هي مدخلات التي يستقبلها النظام ويقوم بمعالجتها ليعطي مخرجات. والمقوم الثاني هو التشانلز أو القنوات. التشانل أو القناة هو ممر في اتجاهين يعمل على ربط المدخلات والمخرجات المنقولة بين نقطتين، مرسل ومستقبل، حيث تمر عبرها حركة تفاعل النظام مع عناصر كأنها طرق. تخيلي أن القنوات كأنها هي المسارب أو الطرق التي تسير فيها المدخلات، وتسير فيها المخرجات إلى مكان خروجها، وتسير فيها المدخلات من مصدرها إلى داخل النظام، وتتناقل بين أجزاء النظام المختلفة. نحتاج إلى شبكة من الطرق. هذه الطرق الموجودة داخل النظام تسمى channel. نحن مدخلات النظام هي متغيرات variables، والنواقل التي تقوم بنقل البيانات أو نقل المدخلات إلى داخل النظام والمخرجات إلى خارج النظام هي تعتبر ممرات تسمى channels أو قنوات. هي ممر في الاتجاهين يعمل على ربط المدخلات والمخرجات المنقولة بين نقطتين، مرسل ومستقبل، حيث تمر عبرها حركة تفاعل النظام مع عناصره المختلفة.
الجزء الثاني احنا اتكلمنا عن التصنيع، عن النظام المفتوح. اما النظام المغلق وهو النظام المفصول عن البيئة المحيطة بحيث لا يتأثر ولا يؤثر بها، وهو قليل واستثنائي، ما فيش أنظمة زي كده كتير، لأن النظام عادة معمول فكرة الأنظمة أن تتفاعل. لكن النظام المغلق هي أنظمة قليلة جدا لكنها موجودة، زي إيه؟ زي نظام التفاعلات الكيميائية المعزولة، الأنظمة النووية، هذه الأنظمة أنظمة مغلقة تماما، ولا يجب ولا يجوز أن يكون لها مدخلات من الخارج أو حتى مخرجات إلى خارجها. أما النظام الشبه مغلق هو حاجة أكيد بين الاثنين، بين النظام المفتوح والنظام المغلق، هو النظام الذي لا يتفاعل مع بيئته جزئيا أو نسبيا. مثال: الساعة التي تعمل بالبطارية والتي تستمر في عملها وأدائها بدون أن يكون لها أي علاقة مع بيئتها حتى تصبح البطارية فارغة أو تحتاج الساعة للإصلاح، وفي كلا الأمرين يحتاج تدخل وتأثير من البيئة. إذن هنا التأثير أو تدخل من البيئة هو تأثير أو تدخل محدود جدا لكنه موجود. عندما تفرغ البطارية هنغيرها، يبقى تدخلنا في نظام الساعة. عندما تخرب الساعة فسنحتاج إلى إصلاحها، يبقى تدخلنا بعنصر خارجي في نظام الساعة. ما عدا ذلك ففي معظم الوقت وفي الوضع الطبيعي فإن الساعة نظام شبه مغلق. التصنيف الثالث هي تصنيف النظم إلى نظم محسوسة ونظم مجردة. ما هي النظم؟ يعني إيه نظام محسوس ونظام مجرد؟ يعني إيه؟ كيف نميز أنه نظام محسوس؟ النظام المحسوس هو مجموعة من تتكون الأنظمة المحسوسة من مجموعة من العناصر الطبيعية أو الصناعية، زي ما عرفنا قبل كده يعني إيه طبيعي أو صناعي، التي يمكن لمسها، زي نظم المباني، نظم الري، وتسمى أيضا النظم المادية. إذن النظام الذي نستطيع أن نتلمس عناصره هو يسمى نظام محسوس أو نظام مادي. أما النظام المجرد فهو نظام لا يمكن لمس عناصره، إنما يمكن تصور العناصر بشكل عقلاني، زي نظام العد، ده نظام لكن لا تستطيع أن تتلمسه. نظام المعادلات الجبرية، ده نظام. نظام النظرية النسبية، ده نظام. نظام الرأسمالي، ده نظام، وهكذا. إذن ما نريد أن نقوله من هذا النوع من التصنيف أن النظام قد يكون نظام نستطيع أن نتلمس عناصره، وفي هذه الحالة يسمى نظام مادي أو نظام محسوس، أو نظام لا نستطيع أن نتلمس عناصره، وفي هذه الحالة يسمى نظام مجرد، بحيث أننا نعلم أن هناك نظام لكن لا نستطيع أن نتلمسه، زي أنظمة العد وخلافها. أنا عايز أذكر هنا قبل ما أكمل النظم أن النظام يمكن أن ينتمي لأكثر من تصنيف ولكن ليست متضادة. بمعنى يمكن أن يكون نظام محسوسا وفي نفس الوقت أن يكون النظام مغلق، أو نظام محسوس ومفتوح، أو نظام وهكذا. إذن النظام يمكن أن ينتمي لأكثر من تصنيف في وقت واحد حسب طبيعة النظام وحسب طبيعة محتواه. التصنيف الرابع يتكلم عن النظم على أنها نظم ثابتة أو نظم متغيرة. النظام الثابت هو النظام الذي يعمل ضمن آليات محددة سلفا وبشكل شبه مطلق، ويمكن أن نتنبأ جيدا بسلوكه مستقبلا، زي النظام الكوني، نظام البرنامج الحاسوبي. هذه الأنظمة هي أنظمة ثابتة لأن آلياتها محددة سلفا، معروف نظام الكوني محدد آليته ماشية ازاي ومش هيتغير. نظام الحاسوبي برضو مع محدد آلياته عاملة ازاي ولن يتغير، لذلك سميت أنظمة ثابتة. أما النظام المتغير فهو النظام الذي يعمل وفق آلية معينة ثابتة وبشكل مستمر، ولا يمكن التنبؤ بسلوكه مستقبلا بشكل حتمي. هناك يبقى الفرق بين الاثنين ايه؟ النظام الثابت نظام ضمن آليات محددة، النظام المتغير نظام يعمل وفق آلية معينة ثابتة وبشكل
مستمر ولا يمكن التنبؤ بسلوكه مستقبلا بشكل حتمي. لا يمكن أن نقول أن ما سيحدث بعد قليل هو كذا أو كذا أو كذا. زي إيه؟ زي النظم الإدارية، النظم الاجتماعية، النظم المالية، كلها أنظمة لا يمكن التنبؤ بمحتواها، لا يمكن التنبؤ بماذا سيحدث فيما بعد. يعني قد يحدث تغير لكن هناك نظم دقيقة ثابتة زي النظام الكوني، يبقى إذن يمكن التصنيف أيضا إلى أنظمة ثابتة وأنظمة متغيرة. تصنيف آخر للنظم هو تصنيفها إلى نظم فكرية ونظم اجتماعية. يعني إيه؟ النظم الفكرية تتميز بأن جميع عناصرها من المفاهيم، زي إيه؟ النظم الفلسفية السائدة، زي النظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي، تسمى نظم فكرية. طيب، أما النظم الاجتماعية فهي النظم التي تربط السلوك الإنساني بالجماعة، ومن أمثلتها التجمعات الإنسانية المختلفة، العادات الاجتماعية السائدة، يعني هنقول نظام التجمعات الإنسانية، نظام العادات الاجتماعية السائدة. إذن هنا أيضا دي نظرة فلسفية أخرى للنظم، حيث حين ننظر لها إلى نظم فكرية ونظم اجتماعية. طبعا ده لأنواع محددة من النظم، لا نستطيع تعميم هذا التصنيف لكل أنواع النظم المعروفة. أما التصنيف السادس كان يصنف النظم حسب تعقيدها، نظم بسيطة ونظم معقدة، ويقصد بتصنيفها حسب عدد العناصر المكونة للنظام ودرجة ترابط عناصر النظام ببعضها البعض. كلما زاد عدد العناصر في نظام ما فإن النظام يزداد تعقيدا، وبالتالي لما يزداد عدد العناصر داخل النظام فده معناه إن ببساطة أن محتويات العلاقات بين هذه العناصر ستكون علاقات كثيفة وكثيرة ومتشعبة ومركبة وصعب تتبعها، وهنا يأتي مفهوم التعقيد. فالنظام البسيطة تتكون من عدد بسيط من العناصر المستقلة نوعا ما، كل عنصر مستقل بذاته، لهم استقلالية، عددهم بسيط، علاقتهم محدودة، نستطيع أن نتحكم ونسيطر ونتتبع هذه العلاقات. أما النظم المعقدة أو مركبة تتكون من عناصر كثيرة وتكون مترابطة ومتشابكة بشكل يصعب معه تتبع وتحديد ماهية العلاقات الموجودة بين عناصر هذا النظام. وقد يؤدي هذا إلى، لما نقول أن النظام معقد أن النظام مركب، قد نحتاج في هذه الحالة إلى تقسيم النظام إلى أنظمة فرعية صغيرة مترابطة مع بعضها البعض، وينظر في وقتها للنظم الصغيرة على أنها عناصر داخل النظام الأكبر. النظم، إذا تكلمنا عن النظم البسيطة فهي نظم لا نحتاج ببساطة إلى تحديد إلى التفكير في تقسيمها، زي مثلا لما نقول نظام المحاضرة، نظام المحاضرة لا يحتاج إلى التقسيم لأن عناصره بسيطة. نظام المحاضرة جواه الطالب والأستاذ والقاعة والكرسي والحاسب الكمبيوتر والداتا شو، دي هي مكونات بسيطة والعلاقات بينها محددة. لكن إذا كنا نتكلم مثلا عن نظام الجامعة فنحن هنا عندنا مشكلة. انت بتتكلم على الجامعة من كل الجهات، بتتكلم على الجامعة كنظام تعليمي وكنظام إداري وكنظام مالي وكنظام أكاديمي، إذن أنت تتكلم عن مجموعة من الأنظمة. هنا منطق يقول إن احنا لابد أن نقسم هذا النظام الضخم إلى أنظمة بسيطة ونقوم بربط هذه الأنظمة ببعضها البعض
عند الانتهاء من كل منها. تصنيف سابع يتكلم عن النظم انه يمكن تصنيفها حسب القدرة على استنتاج المخرجات. بعض النظم لا نستطيع ان او من الصعب استنتاج مخرجاتها، زي نظام الاسواق المالية، زي نظام الاسواق المالية، السوق المالية، انت لا تعلم ماذا سيحدث غدا او ماذا سيحدث بعد ساعة، مخرجاته غير محددة، مخرجاته صعبة الاستنتاج، وان كان يمكن توقعها ولكنها ليست مضمونة. لا نستطيع ان نقول انه سيحدث هذا في سوق المال، ان غدا سيكون ارتفاع، لا نستطيع ان نقول هذا ابدا، لان المعايير كثيرة جدا والمؤثرات الخارجية على سوق المال عالية للغاية، مما قد يؤدي الى عدم اليقين من شكل المخرجات التي ستخرج بعد قليل. اما النظم زي نظام تحصيل فواتير الكهرباء، نظام الهاتف، نظام المياه، كلها أنظمة يمكن استنتاج مخرجاتها لأنها تقاس. يعني إيه تقاس؟ يعني فاتورة الكهرباء إذا أنا علمت قيمة الكيلووات وعرفت عدد الكيلووات، فأنا أستطيع أن أتوقع بسهولة فاتورة الكهرباء تبقى قيمتها كام. نفس الكلام بالنسبة للهاتف والمياه. إذا يمكن استنتاج المخرجات بدقة، دي تسمى أنظمة يمكن استنتاج مخرجاتها بدقة، وهناك أنظمة يصعب استنتاج مخرجاتها بدقة. النوع الثامن أو التصنيف الثامن والأخير هو تصنيف يقوم على تقسيم النظم حسب طبيعة الغرض منها، ويقصد بها طبيعة الهدف من حيث الغرض الأساسي للنظام. يعني الهدف من هذا النظام، ما هو طبيعة الهدف؟ فهناك نظم ربحية مثلا مثل المصانع والمشاريع الفردية، وهناك نظم غير ربحية زي المؤسسات الخيرية، زي المنظمات الحكومية، كلها تعتبر نظم غير ربحية. إذا نظرنا إلى النظم بمفهوماتها المختلفة أو بنوعين دون، نظرنا أن هناك نظام أقول عليه نظام ربحي، نظام غير ربحي. تعالوا نشوف كده تلخيصا لكل ما قلناه عن النظم أو لكل ما قلناه عن تصنيف النظم. النظم إما أن تكون طبيعية أو صناعية، قد تكون مفتوحة أو مغلقة أو شبه مغلقة، قد تكون محسوسة أو مجردة، قد تكون ثابتة أو متغيرة، قد تكون فكرية أو اجتماعية، قد تكون بسيطة أو معقدة، قد تكون ربحية أو غير ربحية، قد تكون قادرين على استنتاج المخرجات أو لا، القدرة على استنتاج المخرجات. إذن ما نريد أن نقوله، أي نظام كما قلت سابقا، أي نظام يمكننا أن نصنفه تحت أي من هذه التصنيفات. مثلا تعالوا نتكلم عن نظام وليكن نظام المحاضرة. نظام المحاضرة أولا ليس نظاما طبيعيا، وإنما نظاما صناعيا، يعني الإنسان له يد فيه. ثانيا هو نظام مفتوح. ثالثا هو نظام محسوس. رابعا هو نظام، هل هو ثابت أم متغير؟ يعني المفترض أنه في أثناء عمله هو ثابت ويعتبر ثابتا. هل هو فكري أم اجتماعي؟ هل هو بسيط أم معقد؟ هل هو يسعى للربحية أم لا؟ هل نستطيع أن نستنتج المخرجات؟ إذن تعالوا نجيب على الأسئلة بالنسبة لنظام المحاضرة. أولا هل هو نظام طبيعي أم صناعي؟ هو ليس نظاما طبيعيا بالتأكيد. النظام الطبيعي هو نظام من خلق المولى سبحانه وتعالى، ولا يتدخل الإنسان في صنع هذا النظام، لكن هذا النظام صنعناه، نظام
نظام المحاضرة، الإنسان هو الذي أنشأ أو الذي ابتدع كما يقولون، فيقال أن النظام نظام صناعي. هل هو نظام مفتوح أو مغلق أو شبه مغلق؟ هل هو متأثر؟ هنا السؤال الذي نسأله في حالة مفتوح أو مغلق أو شبه مغلق، هل هو يتأثر بالعالم الخارجي ويؤثر فيه، أم أنه نظام مغلق على نفسه تماما؟ حقيقة أنه نظام مفتوح، لأن له مدخلاته وله مخرجاته، مش كده؟ له مدخلاته اللي هو الطالب ما قبل المحاضرة، ومخرجات الطالب بعد أن تلقى المحاضرة. هل هو محسوس أم مجرد؟ الحقيقة هل هو نظام نستطيع لمسه، نظام المحاضرة، أم أنه نظام غير محدد، يعني لا نستطيع أن نلمسه، أن نضع يدنا عليه؟ هو نظام مجرد طبعا، لأن نظام المحاضرة لا يمكن أن نحدد له معالم نستطيع أن نسيطر عليها بأيدينا كده. هل هو ثابت أم متغير؟ النظام الثابت والمتغير، النظام الثابت اللي هو نظام ما بداخله ثابت لا يتغير مع الوقت، بينما النظام المتغير يتغير، إذن هو نظام المفروض أنه متغير، لأن الأستاذ يسعى إلى التغيير، يسعى إلى إحداث الفرق والتغير في المحاضرة. هل هو نظام فكري أم نظام اجتماعي؟ الحقيقة أنه قد ينظر له أنه نظام اجتماعي، لكن بشكل عام هو نظام بعيد كل البعد عن أن يصنف فكريا أو اجتماعيا، إذن لا أستطيع أن أصنفه في هذا التصنيف. هل هو بسيط أو معقد؟ الحقيقة أنه بسيط، لأن مكوناته بسيطة كما قلنا، مكوناته محددة، علاقتها محددة، إذن فهو نظام بسيط. وهو نظام حسب بقى، إذا كنا في جامعة خاصة فهو نظام ربحي، إذا كنا في جامعة حكومية أو جامعة لا تسعى إلى مؤسسة علمية، لا تسعى إلى الربح، فيبقى نظام غير ربحي. هل نستطيع أن نستنتج مخرجاته؟ الحقيقة من الصعب أن تستنتج مخرجات المحاضرة، لأنك لا تستطيع أن تقول مثلا أن نتيجة هذه المحاضرة أن الناجحين، أن المستوعبين نسبة 100% في المحاضرة هم 20 طالب أو 30 طالب، ما أقدرش أقول كده، لأن ببساطة النسب تتفاوت وتعتمد بشكل أساسي على قدرات الطلاب المختلفة. نتكلم الآن عن نماذج النظم العامة. ما معنى كلمة نموذج؟ علمنا كلمة نظام يعني إيه، ومن المفترض أن نعلم ماذا نقصد بنموذج النظام العام. إن النموذج لأي مشكلة اقتصادية أو إدارية أو علمية أو عسكرية أو في أي مجال، ما هو إلا وسيلة تمثيل مبسطة لهذه المشكلة، والتي تأخذ على الأغلب أشكال مختلفة. إذن نحن عندما يكون عندنا مشكلة ما، من الأساليب للتعامل مع المشكلة أن ننمذجها، أن نجعل لها نموذج. إذا كان عندي نظام، فأنا أحتاج أحيانا إلى عمل نموذج للنظام حتى أرى النظام في صورة أستطيع بها الحكم عليه إذا بشكل إيجابي أو سلبي. أحد التعريفات المطروحة للنموذج هو تعريف مهم، إعادة بناء مبسط للوضع الحقيقي الذي يقلل مستوى التعقيد فيه، ليستطيع المخطط إدراكه بشكل كاف لتذليل المصاعب. تعرفه تاني، هو تعريف النموذج هو إعادة بناء مبسط للوضع الحقيقي، للشكل الحقيقي للنظام. إذا أردنا أن ننمذج نظام، فبنعمل بناء مبسط للوضع الحقيقي، بيحاكي في شكله، بيحاكي في خصائصه، ولكنه بناء مبسط ويقلل من مستوى التعقيد فيه. ليه بنعمل ده؟ ليه؟ حتى يستطيع المخطط إدراكه، أن يفهمه جيدا وبشكل كاف لتذليل مصاعب تعقيدات النظام. إذن نحن نحتاج إلى النمذجة
كثيرا حتى نمثل، حتى نتعامل مع نظام معقد، بحتاج نمزجه حتى أستطيع أن أتعامل معه وأن أتفهمه بشكل جيد وأن أدركه بشكل جيد. كذلك يذهب أحد المعرفين بقى تعريف تاني في تعريفه للنموذج على أنه تمثيل مبسط للوضع الاقتصادي والإداري من خلال علاقات رياضية كمية أو بيانية تساعد المهتمين على اتخاذ قراراتهم المثالية. هنا هو ربط في التعريف الأولاني، ربط النموذج بتذليل المصاعب، في التعريف الثاني ربط النموذج باتخاذ القرار. لكن بشكل عام في التعريف الثاني قال النموذج هو تمثيل مبسط، وفي الأولين قال إعادة بناء مبسط، إذن ما فيش اختلاف كثير بينهم، تمثيل مبسط للوضع الاقتصادي والإداري. هنا نظر هنا بيعرف نموذج الإداري، النموذج لنظام إداري، لنظام اقتصادي، تمثيل مبسط للوضع الاقتصادي والإداري من خلال إيه؟ هنا حدد كمان نوع الطريقة اللي هينمذج بيها النظام، قال لك من خلال علاقات رياضية كمية أو بيانية، برسومات بيانية أو بشكل ما تساعد المهتمين أيا كانوا هم مين على اتخاذ القرارات المثالية. إذن تعالوا نقرأ التعريفين تاني. التعريف الأول بيقول إعادة بناء مبسط للوضع الحقيقي الذي يقلل من مستوى التعقيد فيه ليستطيع المخطط إدراكه بشكل كاف لتسديد المصاعب. التعريف التاني قال هو تمثيل مبسط للوضع الاقتصادي والإداري من خلال علاقات رياضية وكمية أو بيانية تساعد المهتمين على اتخاذ قراراتهم المثالية. إذن أحد التعريفين اهتم بتذليل المصاعب، الثاني اتكلم على اتخاذ القرارات، لكن في الآخر كلهم نظروا النموذج على أنه تبسيط، بناء مبسط أو تمثيل مبسط للوضع الحقيقي، وإن كان التعريف الثاني بيتجه إلى تعريفات محددة أو نقاط محددة بيتكلم عنها وبيركز عليها زي الاقتصاد، الوضع الاقتصادي أو الإداري وكيفية عمل هذا من خلال علاقات رياضية سواء كمية أو بيانية، وهذا ما لم يظهره التعريف الأول في محتواه. يعتبر النموذج بقى وسيلة تمثيل مجردة تعوض في بعض الاستخدامات عن استخدام الشيء الأصلي والذي يسمى الكينونة. الشيء الأصلي بنسميه الكينونة. زي إيه؟ إحنا ممكن نعمل الخريطة تعتبر نموذج لأنها بتمثل الجبال والأنهار والبحيرات. الخريطة هي نموذج يمثل الجبال والأنهار والبحيرات، ده نمذجة، طريقة للنمذجة. بدل ما هيبقى عندي جبال، بدل ما أرسم أو إن بدل ما خطط جبال وأنهار الشكل الحقيقي للجبال والأنهار اللي هي على الطبيعة، أنا عملتها على شكل نموذج في خريطة. وتعتبر النماذج التي بنسميها احنا مودلز من أهم الوسائل التي يستعين بها الدارسون على فهم الأنظمة المعقدة والتي يصعب على المحلل استيعاب تفاصيلها بمجرد مراقبتها. النماذج من أهم الوسائل التي يستعين بها الدارسون على فهم الأنظمة المعقدة والتي يصعب على المحلل استيعاب تفاصيلها بمجرد المراقبة. يعني لو هو نظام مركب جدا ومعقد جدا فأنا لا أستطيع أن أراقبه بشكل كامل. إذن لو كان عندي نموذج سأستطيع أن أنا يعني أحاكي مراقبتي لهذا النظام. ففي مثل هذه الحالات يقوم المحلل ببناء نموذج لما يريد دراسته، يكون تمثيلا صادقا للواقع الموجود في النظام وتجريدا لما فيه من مكونات وتفاصيل، ثم يقوم بعدها بالتعامل مع النموذج بدلا من النظام. يعني هو الفكرة نظام معقد جدا، من الصعب علي أن أتتبعه، من الصعب علي أن أراقبه، من الصعب علي أن أتفهم تفاصيله، لذلك فأنا أبذل جهدا إن أنا أقوم بنمذجة هذا النظام، بعمل نموذج لهذا النظام بشكل أو بآخر، زي ما هنشوف أنواع النماذج بعد شوية، لكن بشكل أو بآخر هعمله نموذج
ثم عند التعامل لا اتعامل مع النظام لان النظام معقد بما فيه الكفايه، اتعامل مع النموذج اللي هو بسط لي الوضع اكتر شويه من ما كان عليه. وقد ساد استخدام النماذج في مجال نظم المعلومات الاداريه للتسهيل والمساعده في اتخاذ القرار. اذا التعريف الثاني للنماذج هو الاقرب للمستخدم في نظم المعلومات الاداريه. وساد استخدام النماذج في مجال نظم المعلومات الاداريه لايه؟ للتسهيل والمساعده في اتخاذ القرار، اذ يستخدم المديرون النموذج لتمثيل معلومات المشاكل واسبابها التي يتم التعامل معها تمهيدا للحل. وقد قسم ميكلود نماذج النظم الشائعه الى اربعه اقسام، عندي اربع اقسام من النماذج. نماذج ماديه physical models، نماذج قصصيه narrative models، نماذج الرسوم البيانيه graphical models، نماذج رياضيه mathematical models. اذا هناك نماذج ماديه، نماذج قصصيه، نماذج رسوم بيانية، ونماذج رياضية. تعالوا نتكلم عليهم كل من هذه الأنواع من النماذج، نتكلم عليه ونشوف خصائصه إيه وكيف يمكننا أن نمثل هذا النوع من النماذج. النوع الأول اللي هو النماذج المادية أو الفيزيكال مودلز، بنستخدم فيها مجسمات. يعني تيجي تقول انا هعمل مجسم لجسر الملك فهد، انا هعمل مجسم ل مثلا لمشروع اسكاني، بنعمله كمجسمات كده والناس تبص عليها، مجسم لجامعه الدمام، مجسم، فبيظهر عندنا كمجسمات كاشكال شكل يحاكي الشكل الطبيعي كمجسم وكتصميم له ابعاد ثلاثه. نماذج مصممة غالبا من ثلاثة أبعاد تمثل أبعاد الكينونة المختلفة المراد تمثيلها والتعبير عنها بشكل ما. مثال زي نماذج الأزياء، لعب الأطفال، السيارات، عمل مجسم للجامعة، عمل مجسم لطائرة، كل هذه تندرج تحت مسمى النماذج المادية. طيب هل النماذج المادية صالحة في كل حالات؟ أكيد لا، أكيد أن هناك بعض النظم لا يمكن نمذجتها ماديا، وهناك نظم الأنسب لها أن تنمذج ماديا. إذا نظرنا للتطبيقات الهندسية بشكل عام، للتطبيقات الميكانيكية بشكل عام، فالنمذجة المادية هي الأنسب لمثل هذه التطبيقات. لكن إذا كنا بنتكلم على نظم ليست مادية، نظم غير محسوسة، فإننا في هذه الحالة لن نتمكن، نظم فكرية، نظم اجتماعية، لن نتمكن إطلاقا من تحديد أو أن احنا ننمذج النظام باستخدام النماذج المادية. تستخدم النماذج المادية للتصميم، تصميم في عالم الأعمال. في عالم الأعمال نقصد بها أنها تقوم بنمذجة مجسمات لبعض الأشياء المستخدمة في عالم الأعمال. طيب ماذا عن باقي أنواع النظم التي لا يمكن نمذجتها ماديا؟ أضف إلى هذا من عيوب النماذج المادية أنها مكلفة، لأن هذه النماذج المجسمة لها يعني البرايس أو السعر بتاعها عالي، وقد تكون مكلفة من حيث الزمن الوقت والجهد والناحية الاقتصادية. لذلك فإذا كنت أستطيع أن أنا ألاقي نوع نمذجة آخر فأنا أسعى إليه بشكل أو بآخر، رغم أن من مميزاتها أنها واضحة، أنها توضح المعالم والتفاصيل بشكل جيد جدا. طيب النوع الثاني هي النماذج القصصية، ما يسمى بالناراتيف مودلز. وهذه الحقيقة هذا النوع من النماذج هو مستخدم بكثرة في نظم المعلومات الإدارية، لأن يعتمد على كتابة ملخص، كتابة طريقة، كتابة سيناريو. نماذج تنقل الواقع بالطريقة الكتابية أو اللفظية
حيث تتصف الكينونات المختلفة لفظا أو كتابة، وهي أيضا من النماذج المستخدمة يوميا في الإدارة. زي إيه؟ سيناريوهات تحليل المشاكل تكتب، تقارير كتابية عن موضوع معين تكتب، تعتبر هي أيضا نماذج لأنظمة متواجدة. إذا النماذج القصصية هي مميزاتها ان هي مش مكلفة زي نماذج المجسمات او النماذج المادية. النماذج القصصية نماذج غير مكلفة، ولكنها مشكلتها انها تحتاج الى توصيفات عالية، تحتاج الى 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 اسلوب جيد في عرض مشكلة، في كتابة هذا السيناريو لتحليل المشاكل الذي قد يفتقد اليه الكثير من المديرين او حتى من الموظفين في أماكن كثيرة. النوع الثالث من النمذجة هو ما يسمى بنماذج الرسوم البيانية. نماذج الرسوم البيانية أو ما يسمى بالجرافيكال مودلز دي تعتمد الرسوم البيانية. عشان أمثل نظام معين أعمل له رسم بياني، أعمل له جراف، أعمل له مخطط دايجرام. نماذج تعرض الواقع بالرسوم أو الصور أو الخرائط والأشكال، وهي مستخدمة بشكل كبير في نظم المعلومات الإدارية. بصوا كده، آدي مثال على نموذج مستخدم في نظم المعلومات الإدارية، وهو يسمى بنموذج حالات الاستخدام أو اليوز كيز موديل. لو لاحظنا هذا النموذج مثلا في هذا المثال اللي قدامنا يمثل آلة الاي تي ام اللي موجودة في الشارع، آلة الاي تي ام بتاعت اللي موجودة بتاعت البنك اللي بنسحب منها الفلوس. وحددت ببساطة شديدة، نستطيع في هذا الدياجرام نحن مثلنا آلة الاي تي ام بمحتواها، بوظائفها، بمستخدميها، بحدودها. تعالوا نشوف ازاي. اولا هذه الآلة، وضعنا هذه الإليبسز أو الأشكال البيضاوية الموجودة داخل المستطيل، تمثل وظائف النظام: سيستم مينتيننس تصليح النظام، سيستم ريبورتينج التقرير عن النظام، سيستم شات داون إغلاق النظام، لوج إن الدخول، باك بين رقم خطأ، ترانسأكشنز اللي هي العمليات، ويثرو اللي هو السحب، تشيك بالانس يعني متابعة الحساب، ديبوزيت او برنت ريسبت، كلها عبارة عن عمليات النظام. المستطيل هذا اللي حوالين هذه العمليات، هذا يمثل حدود النظام. ما بداخله هو للنظام، وما بخارجه هو خارج النظام. اذا هذا النظام نستطيع ان نقول اننا هنا ننمزج نظام مكنة الصراف الآلي الموجودة في الشارع، وهذا الشكل يمثل أولا حدود النظام، يمثل ما بداخل هذا المستطيل هو عبارة عن الوظائف التي يتمتع بها هذا النظام، التي يقوم بها هذا النظام، وما هو في الخارج الحقيقة ما هو إلا المستخدمون أو الأكتورز أو المؤثرون في هذا النظام، أو اللي هو ما يؤثر في النظام من العالم الخارجي. فمثلا هنلاقي الادمنستريتور اللي هو المدير اللي بيعمل، ووصلنا لو لاحظتوا التوصيل هنا بين الادمنستريتور وإصلاح النظام. لو اللي بيعمل إصلاح النظام هو الادمنستريتور، الكاستمر أو العميل هو اللي بيعمل لوج إن، ومن ثم بيعمل باقي العمليات. البنك نفسه بيبقى بيتعامل مع الترانسأكشنز، لما العميل بيسحب البنك بيقلل الرصيد، لما العميل بيضيف البنك بيزود الرصيد، وهكذا. اذا البنك والبنك كاستمر والادمنستريتور الثلاثه هم يعتبروا اكتورز او مؤثرين او فاعلين على هذا النظام، مؤثرين على النظام سواء بالايه، باعطاء النظام بعض البيانات او اخذ اوتبوت او مخرجات من النظام. ده تمثيل بسيط جدا لمكنة الـ ATM، بدلا من ان نجسم الماكينة ونكتب عليها ونتكلف بالتكاليف، هذا الرسم الثنائي الابعاد كافي تماما لوصف
ماكينة الصراف الآلي وعملياتها الممكنة والمستخدمين معها. لاحظ أو لاحظي إن رسمة زي دي فقط من كم من البيانات والمعلومات رهيب جدا خرج عنها. أولا عرفنا اسم النظام، ثانيا عرفنا حدود النظام، ما يمثل داخل هذه الحدود اللي بتمثل اللي بتورينا داخل النظام وخارج النظام. ثالثا عرفنا مين، ما هي وظائف النظام وهي كل هذه الأشكال البيضاوية. رابعا عرفنا من هم مستخدمو النظام، مين دول المستخدمين المختلفين للنظام ده رابعا. خامسا عرفنا معلومة خطيرة جدا، من يفعل ماذا، ما هي العمليات التي يقوم بها كل من المستخدمين على هذا النظام. فمثلا هنا لاحظنا ان الادمنستريتور لا يتعامل الا مع السيستم مينتيننس، وان البنك كاستمر لا يبدا اي عمليه من عملياته الا باللوج ان او الدخول للنظام. مثال اخر، عندما نقوم بعمل قياسات معينة مثلا لتدفق المياه في نهر معين، أو للفيضان في سد معين، أو لمعدل سحب الكهرباء في شهر معين، فإننا يمكن إن إحنا نعمل قياساتنا وتظهر بكيرف بهذا الشكل، قياسات لمكان آخر تظهر بهذا الشكل، قياسات لمكان ثالث تظهر بهذا الشكل، فنستطيع بسهولة مقارنة الأداء في الأماكن الثلاثة لأخذ القرار بماذا يجب أن نفعله فيما بعد. النوع الرابع من النماذج والأخير هو النماذج الرياضية أو ما تسمى بالماتيماتيكال موديل. ماتيماتيكال مودلز أو النماذج الرياضية هي نماذج أكثر تجريدا وتعتمد على مبدأ اقتصار الحقائق في رموز رياضية X Y Z A س و ص، ووصفها بصيغة رياضية معينة، يعني معادلة رياضية س زائد ص يساوي 5 مثلا. إذا ده بيبقى نوع من الوصف أيضا للمشكلات بشكل رياضي سهل. زي إيه؟ معادلة تعبر عن مدى زيادة أو انخفاض الأرباح لمنتج معين في حالة استخدام أعداد معينة من الأفراد في خط إنتاجه. يعني هنا أنا بعمل علاقة بين عدد الأفراد والأرباح، كلما وشوف العلاقة بين عدد الأفراد والأرباح، كلما زاد الأفراد هل سيتقل الأرباح، هل ستزيد الأرباح، هذا ما تظهره لي هذه المعادلة الرياضية. فأستطيع أن أنا بخلال هذه المعادلة بإعطاء قيم لعدد الأفراد أستطيع استنتاج زيادة أو انخفاض الأرباح لهذا المنتج. إذن بشكل عام وتلخيصا لهذه النقطة اللي هي نماذج النظم العامة، نستطيع القول أن هناك 4 أنواع من النماذج للنظم العامة. هناك نماذج مادية، وهناك نماذج قصصية، وهناك نماذج رسوم بيانية، وهناك نماذج رياضية. 4 أنواع لكل منها مميزاته وعيوبه. لكل منها نستطيع أن نحدد بعض أن تكون أن نمثل به بعض الأنظمة، ولا نستطيع تمثيل أنظمة أخرى به. إذا كنا نتكلم عن نظام معين، فهل نستطيع أن ننموذجه ماديا أو قصصيا أو برسم بياني أو رياضيا؟ تعالوا نشوف أمثلة. مثلا إذا تكلمنا عن نعود إلى نظام المحاضرة كمثال اتخذناه من أول المحاضرة النهاردة، فنظام المحاضرة هل أستطيع أن أنبذه ماديا؟ هل أستطيع أن أعمل له مجسم؟ نقدر نعمل المحاضرة مجسم ممكن، بس هيبقى مفيد في إيه؟ مش حاجات كتير، أو مش هطلع منه معلومات كبيرة تهمني. هل هو نستطيع نمزجته قصصيا؟ نستطيع ان نسرد ونعمل دوكيومنتيشن للمحاضره، ممكن نعمل دوكيومنتيشن. هل نستطيع ان نمزج المحاضره في رسوم بيانيه؟ اذا كنا نريد ان نربط علاقات بين المكونات وبعضها البعض، بين العناصر وبعضها البعض، ونحسب
قيم محددة لكل عنصر، فيمكن أن يحدث هذا، وإن كان غير لا يمكن استخدامه في المحاضرة. أو ممكن إن إحنا نحسب مثلا درجة تركيز الطلاب مع الزمن، تشوف كل طالب درجة تركيزه مع الزمن قد إيه، نقدر نعمل رسم بياني يوضح حاجة زي كده، نقدر نعمل معادلة رياضية توضح حاجة زي كده. طيب تعالوا نشوف نموذج آخر، زي مثلا نموذج طائرة. نموذج طائرة، الطائرة أستطيع إن أنا أعمل لها نموذج مادي، اللي هو الماكيت الصغير اللي ممكن تشوف شركات الطيران الصغير ده، ده نموذج مادي للطائرة. هل يمكن أن ننمذجها قصصيا؟ يمكن أيضا نمذجة الطائرة قصصيا بالوصف، نكتب وصف تفصيلي للطائرة، مكوناتها، شكلها، لونها، عدد كراسيها، عدد الحمولة اللي تستطيعها، المدى بتاعها اللي هي صفاتها، يعني نكتبها في تقرير. هل نستطيع أن ننمذجها برسم بياني؟ يمكن هذا بحساب مثلا المسافة المقطوعة مع الارتفاع، كلما زاد الارتفاع كلما كانت المسافة المقطوعة أكثر مثلا. هل نستطيع أن نقوم بعمل نموذج رياضي يمثل الطائرة؟ نستطيع هذا، لأن الطائرة هي جسم يتحرك في الفضاء، فيمكننا أن نمثل هذا بمعادلة رياضية قد تكون معقدة صحيحا، ولكنها يمكن أن نمر بها وأن نمثلها. نتكلم الآن عن نظرية النظم العامة، لأن هناك نظرية للنظم استحدثها أحد العلماء، سنتعرف عليه الآن ونرى ماذا قال هذا الرجل اللي هو باكلي، هو عالم أحياء سابق، هو أسس أو أقام الأساس النظري لنظم المعلومات، هي نظرية النظم اللي هي السيستم ثيوري للعالم الأحياء اللي اسمه باكلي، الذي قدم لأول مرة هذه النظرية كإطار عام ومنهجية لدراسة وتحليل الظواهر الطبيعية. وبالتالي لا بد من دراسة وتحليل هذه النظرية اللي هي نظرية النظم العامة اللي عملها باكلي، التي تمثل الإطار الفلسفي لأهم المفاهيم العلمية والتقنية في حقل نظم المعلومات، ألا وهو مفهوم النظم. تعالوا نشوف ماذا قال باكلي وما هي نظريته. تمثل نظرية النظم السيستم ثيوري محاولة منهجية شاملة لدراسة وفهم أي ظاهرة في الحياة والطبيعة، وذلك من خلال تفكيكها إلى عناصرها ومكوناتها الأساسية، وفهم علاقات هذه العناصر والمكونات ضمن إطار عام ومنظور يتضمن كل أبعاد وأوجه الظاهرة موضوع الدراسة. تعالوا نشوف كده الكلام ده بالتفصيل كده. هي نظرية النظم محاولة منهجية شاملة لكل الأنواع، لدراسة وفهم أي ظاهرة في الحياة والطبيعة، أي من الظواهر التي نتعامل معها في الحياة والطبيعة، وذلك من خلال تفكيك الظاهرة نفسها إلى عناصر ومكونات أساسية، وفهم علاقة هذه العناصر والمكونات ببعضها البعض في إطار عام ومنظور يتضمن كل أبعاد وأوجه الظاهرة موضوع الدراسة. يعني ببساطة الفكرة هنا، خلينا نقول ايه، ديفايد اند كونكر، قسم، يعني خلي اي نظام في الدنيا، اي ظاهره في الدنيا، قسمها الى مكونات، وكل مكونات دي وشوف علاقات المكونات ببعضها البعض. ده المعنى ببساطه. ولذلك عرف باكلي النظام، عرف السيستم بانه ذلك الكل المكون من اجزاء مترابطه ومتفاعله مع بعضها البعض. ببساطه هو عرف النظام كده، ان هو شيء كبير مكون من اجزاء، هذه الأجزاء مترابطة مع بعضها البعض ومتفاعلة مع بعضها البعض. أما المنهجية العلمية التي يمكن من خلالها دراسة النظم والعلاقات ما بين الأجزاء فهي نظرية النظام. المنهجية العلمية التي يمكن من خلالها دراسة النظام، علاقات الأجزاء اللي احنا لسه معرفينها حالا دي ببعضها البعض، ده اللي بنسميها نظرية النظام أو السيستم ثيوري. إذن يمكننا القول أن نظرية النظم العامة هي منهجية تهدف إلى تشكيل ودراسة مبادئ عامة يمكن تطبيقها على النظم أيا كان نوعها
وايا كانت طبيعه العناصر المكونه لها، وايا كانت طبيعه العلاقات التي تنظم عملها والاهداف التي ترغب في تحقيقها. يبقى اذا نظريه النظم العامه بتقول منهجيه تهدف الى تشكيل ودراسه مبادئ عامه يمكن ان بنبحث فيها عن مبادئ يمكن ان نطبق هذه المبادئ على اي نوع من انواع النظم مهما كانت طبيعه العناصر المكونه لها، وايا كانت طبيعه العلاقات بين هذه العناصر التي تنظم عملها والاهداف التي ترغب في تحقيقها. مهم جدا هذا التعريف لانه يتكلم عن اساس او فكره النظام كاجزاء، يعني ان ننظر النظام ككل واجزاء، وهذا شيء مهم. مبادئ نظرية النظم العامة لكي نتكلم عنها الحقيقة هناك 42 سوري أنا آسف هناك 12 مبدأ يجب أن نعرفهم ويجب أن نتعرف عليهم جيدا حتى نستطيع أننا نقوم أن نتكلم عن نظرية النظم العامة. أول هذه المبادئ هنسردهم حاليا ونتكلم عليهم بالتفصيل لاحقا. أولا النظام، ثانيا النظم الفرعية، ثالثا الاتساق، رابعا الكلية والشمول، خامسا التكيف، سادسا المدخلات والعمليات والمخرجات، سابعا التغذية الراجعة، ثامنا حدود النظام، تاسعا الوسط البيني للنظام، عاشرا هرمية النظام، حادي عشر دورة حياة النظام، وأخيرا التوازن الديناميكي للنظام. كل من هذه المفاهيم يجب أن ننظر لها ويجب أن نتعرف عليها جيدا حتى نتمكن من فهم نظرية النظم العامة. النظام بعض هذه المفاهيم نحن تعرضنا لها بالفعل مسبقا ونحن نستطيع أن يعني يكون عندنا فكرة فرعية فكرة مبدئية، لكنني أتوقع أن احنا لما نتكلم عليها بالتفصيل شوية هيظهر لنا بعض المفاهيم أو مفهوم جديد لكل من هذه المفاهيم. نحن نعلم ما هو النظام، نحن نعلم ما هي المدخلات والمخرجات والعمليات، نحن نعلم حدود النظام، نحن نعلم عن دورة النظام، لكن ببساطة سنتكلم عليهم بشيء من التفصيل فيما سيلي لنتعرف على هذه الأجزاء بشكل مختلف وبشكل أكثر اتساقا وأكثر دقة. أول شيء أول هذه المبادئ هو النظام. ما هو النظام أو السيستم؟ يعرف النظام بأنه ذلك الكل المكون من عناصر وأجزاء مترابطة ومتكاملة فيما بينها تعمل معا لتحقيق هدف معين. ده اللي هو تعريف النظام اللي قاله باكلي، صح؟ ده هو نفس التعريف، احنا هنا عدنا التعريف مرة أخرى. فالنظم بصفة عامة سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو بيولوجية أو ميكانيكية تتكون من عناصر متفاعلة ومترابطة فيما بينها. أي نظام في الدنيا ده تعريفه، وأي نظام في الدنيا ده شكله. كل أنظمة عبارة عن أجزاء مكونة لكل حاجة كبيرة في جواها عناصر، هذه العناصر بتتفاعل مع بعضها البعض. السيارة نظام زي ما قلنا قبل كده في أمثلتنا، حتى أنك إن احنا ممكن نتكلم على أنظمة بكل أنواعها اللي احنا ذكرناها سواء كانت أنظمة طبيعية أو أنظمة مادية أو أنظمة بأي نوع من الأنواع اللي احنا تكلمنا عنها مسبقا. كل نظام يحتوي على عنصرين كحد أدنى، ما ينفعش النظام يبقى فيه عنصر واحد، النظام لازم يكون فيه على الأقل عنصرين بيربط بينهم تفاعل مشترك وعلاقة اعتمادية يشكل في إطارها النظام كوحدة متكاملة واحدة. إذن من خصائص النظام هنا أنه يحتوي على الأقل على كحد أدنى على عنصرين اثنين، وهذه العنصرين بيتفاعلوا مع بعضهم البعض، أو أكثر عناصر عنصرين أو أكثر يتفاعلوا مع بعضهم البعض تفاعل مشترك وعلاقة اعتمادية يتشكل في إطارها النظام كوحدة متكاملة واحدة.
المبدأ الثاني هو مبدأ النظم الفرعية Subsystems. من المسمى الحقيقة نتوقع أن النظام، أن هنا ننظر للنظام كنظم، كمجموعة من النظم الصغيرة التي ترتبط ببعضها البعض. يتشكل كل نظام غالبا من نظامين فرعيين أو أكثر في كثير من الأحيان، فالإنسان يتكون من مجموعة من الأنظمة الفرعية. إذا نظرنا لكل جهاز من أجهزة الإنسان أنه نظام، فهو نظام فرعي: النظام الهضمي، النظام الدوري، النظام التنفسي. والحاسوب أيضا يتكون من نظم فرعية: أنظمة إدخال، أنظمة معالجة، أنظمة إخراج. وكذلك أيضا للنظم التعليمية كالجامعة والاجتماعية كالأسرة هنا، والنظم الإدارية والإنتاجية وغيرها. النظم التعليمية زي الجامعة، الجامعة فيها نظام إداري، نظام أكاديمي، نظام مالي، كلها أنظمة فرعية. الأنظمة الاجتماعية الأسرة هتلاقي فيها نظام، لو كلمنا على الأسرة كنظام ممكن نقول إن داخلها أنظمة فرعية: النظام التربوي، النظام الإنساني، كل أنظمة أيضا ينظر لها داخل الأسرة. والنظم الإدارية والإنتاجية يمكن أيضا أن ننظر لها كأنظمة تحتوي على أنظمة فرعية داخلها. ثالث المبادئ هو الاتساق أو الهوموجينيتي. هوموجينيتي بمعنى اتساق، أن يكون العناصر المحتويات متناسقة، تتصف النظم بتجانس بنية مكوناتها وأجزائها، الاتساق الداخلي، وتلاؤمها مع بعضها البعض، ويتمثل الاتساق بهيكل النظام نفسه. يعني لا يجوز أن يكون نظاما مكونا من أشياء غير متجانسة مع بعضها، لا يجوز أن يكون هناك نظام مكوناته لا مش راكبة على بعض زي بيقولوا. ويظهر هذا الاتساق بوضوح في ظاهرة تكامل الأهداف المنشودة التي يسعى إلى تحقيقها النظام ضمن إطار البيئة التي يعمل في محيطها. فنحن إذا نظرنا إلى النظام، نظام الإنسان مثلا، هو نظام متجانس، مكوناته متجانسة، أجزاؤه متجانسة، تتلائم مع بعضها البعض، هناك اتساق داخلي بين هذه الأجزاء كمثال واضح جدا. وبالتالي نستطيع في هذه الحالة أن نقول أن هذا النظام وهذا الاتساق بيظهر تكامل الأهداف المنشودة من هذا النظام، من اللي هو نظام الجسم الإنساني اللي أنعم علينا المولى به سبحانه وتعالى. بعد ذلك يمكننا أن نتكلم عن العامل الرابع أو المبدأ الرابع، ألا وهو مبدأ الكلية أو الشمول. ما هي الكلية أو ما هو الشمول؟ ما معنى كلمة توتاليتي أو الشمول؟ يعني إيه؟ ينظر للنظام ككل واحد، صح؟ لا يمكن تقسيم، يعني لو هو نظام يبقى هو كل وليس مجرد مجموعة أجزاء أو عناصر ليست مرتبطة ببعضها البعض، إنه في الواقع نتاج تفاعل الأجزاء والمكونات، وينتج منها نظاما يقوم على قاعدة التفاعل والتكامل المتبادل لمكوناته وعناصره أو نظمه الفرعية. كما يجب النظر إلى كل نظام فرعي على أنه جزء من كل، أي التأكيد على النظرة الكلية والابتعاد عن النظرة الجزئية في علاقة أجزاء النظام بالنظام الكلي. يعني في نظام جسم الإنسان لا يمكن أن أنظر إلى الجهاز الهضمي مثلا أو الجهاز العظمي كوحدة مستقلة، هو أحد مكونات نظام اللي هو جسم الإنسان، على أنه هذه الوحدة وحدها ليس لها قيمة، لن تؤدي الوظيفة التي من أجلها عرف هذا النظام أو أنشئ هذا النظام. إذا كنا سنتكلم فيجب أن ننظر إلى كلية وشمول النظام، لا يجوز أن نتكلم عن جزء من النظام فإذا استطعنا، إذا قدرنا في وقت من الأوقات نقول أن هذا الجزء هو ما يقوم بالنظام، إذن فباقي النظام ليس له داعي. يجب أن تكون الوظيفة كلية والعلاقة كلية، علاقة الأجزاء بالنظام شيء، علاقة الأجزاء بكلها وليست بشكل منفصل.
في هذه المحاضرة أنهينا أو تكلمنا أولا كان كلامنا في كل أجزائه عن النظم، تكلمنا عن تصنيف النظم المختلفة، تكلمنا عن هذه النمذجة للنظم المختلفة وطرق النمذجة المختلفة الأربعة، تكلمنا عن النظرية العامة للنظم، ثم تكلمنا عن مبادئ هذه النظرية، سردنا هذه المبادئ ووصلنا، تكلمنا عن أربعة من هذه المبادئ، وفي محاضرتنا القادمة نكمل هذه المبادئ إن شاء الله. أشكر لكم حسن الاستماع وأشكركم، ونلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة. شكرا لكم.